وهلا كل شيء صار جاهز معنا وبلشنا نقلي الدونات تبعنا. شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر يلي اكثر من ذهب. لك يا هيك الدونات يا اما بلا. شايفين لي على الطراوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من برا مستويه ومن جوا طالعه معنا مثل المعروف. اي نوع عجين بدنا نعمله بالبيت بنخلط السوائل لحال والنواشف لحال لحتى ناخذ افضل نتيجه. في عندي نص كيلو طحين او خمس كاسات من هي الكاسه، هي الكاسه بتاخذ 100 جرام. بالنسبه للسوائل بدي كاسه حليب بنفس الكاسه اللي عيرنا فيها الطحين، وفينا نحط كاسه مي اذا الحليب مو موجود عندنا. وبدي حبتين بيض بحراره المطبخ، يعني بدنا نكون مطالعينهم من البراد قبل ما نشتغل فيهم. وبحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، هي واحد هي اثنين وهي ثلاثه. ظرف خميره، ظرف فانيلا ورشه ملح، او معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره فانيلا وبراس المعلقه ملح. بسم الله. هي الخطوة من الخطوات اللي كتير أساسية لحتى العجين ينفش معنا وقت ننزله بالزيت. بدنا نخلط البيض كتير منيح لحتى يتضاعف حجمه. بسم الله. وبس يدوب السكر 100% بننزل السوائل فوق النواشف ومنعجن. بسم الله. الكمية ما بتخوف، بتطلع معكم راس بعب. وبس العجينة تلم على بعضها وتطلع معنا بهذا القوام بنحطها على الطاولة ومننزل عليها معلقتين كبار من الزبدة وبندعكها مع الزبدة كتير منيح. بسم الله. هاي الخطوة كتير مهمة. هذا القوام الصح، هيك بدي العجينة تطلع معكم، دعكتها تقريبا 10 دقائق. أنا بدي أشتغل بعكس العالم، العالم بتخمر العجين مرحلتين بعدين تشتغل فيه، نحن رح نخمره مرحلة واحدة. هلا شو رح نساوي؟ بدي أقطعها بالحجم يلي أنا بدي إياه، شايفين هذا الحجم 100%، تقريبا حجم القطعة 40 جرام. شايفين ما شاء الله على قوام العجين اكثر من ذهب. هلا اي صينيه موجوده عندنا بدنا نحط العجين بقلبها ونغطيه لبين ما نجهز الحشوه تبعنا بتكون ارتاحت وتضاعف حجمها. انا حطيتهم بصينيه الفرن وعملت رشه طحين لحتى ما يلزقوا. شوفوا بس بنعمل لهم تدويره بهذا الشكل وكبسه صغيره هيك 100% بنقيمهم وبنحطهم بالصينيه وبنغطيهم. الحشوة ولا أبسط من هيك ولا أسرع من هيك. بدي 3 صفار بيض من دون البياض منفضيهم على زبدية، وبدي معلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة طحين ومعلقة كبيرة من الفانيلا أو ظرف واحد من الفانيلا. هلا بدي فضيهم فوق البيض وبدنا نحرك البيض لحتى ياخد لونه على بياض. هاي الشغلة كتير مهمة. هذا القوام المطلوب، هيك بدنا البيض يطلع معنا. ومنفضي عليهم كاستين حليب، والحليب بدنا اياه فاتر، ما بدي الحليب يكون عم يغلي لحتى البيض ما ينطبخ معنا. بسم الله. ولا ابسط من هيك. ومنحطهم على الغاز ومنحركهم، وبس يتقل قوامهم بتكون اطيب كريمه جاهزه معنا. شايفين لي ما شاء الله على هالقوام اكثر من ذهب. هي الخطوه اختياريه بس بنصحكم تجربوها. هلا بنكسرهم فوق الكريمه اللي عملناها وبنحركهم وبيدوبوا من حراره الصوص اللي طبخناه. هذا اطيب صوص دونات بالعالم. هلا بنخليهم لحتى يبردوا وبعدين بنقلي الدونات تبعنا. وهلا كل شيء صار جاهز معنا وبلشنا نقلي الدونات تبعنا. شوفوا لي ما شاء الله على هالمنظر يلي اكثر من ذهب. لك يا هيك الدونات يا اما بلا. الزيت بدي اياه يكون تحت الوسط، وحاولوا تكون كميه الزيت كثيره شوي لحتى ينفشوا معكم ويطلعوا اكثر من ذهب. بسم الله. هلا منسمي بالله ومننزل. هلا اول ما ننزلهم بالزيت بنستنى عليهم 5 ثواني وبنرجع بنقلبهم على الطرف الثاني لحتى ناخذ افضل نتيجه. هي الخطوه كثير مهمه لحتى ينجح معكم الدونات بالبيت. هلا بعد ما نقلبهم على الطرف الثاني بنتركهم دقيقتين وبنرجع بنقلبهم لحتى ياخذوا لون من الجهتين. وبس ياخذوا لون بنقلبهم على الجهه الثانيه. ما بدي اياهم يطلعوا غامقين هذا اللون 100%. شايفين لي على هالنفشة اللي طلعت معنا؟ طالعة معنا دونت احترافية على أصولها. بتجهزوا لي صحن بنحط فيه سكر وقرفة بودرة لحتى ناخد النكهة الصح، وبناخدهم من الزيت وفورا بننزلهم مع السكر والقرفة. هلا بنعمل لهم فتحة بسيطة وبنجيب الحشوة اللي عملناها بنسمي بالله وبنحشي. بسم الله. بس الحشوة طلعت معنا لبرا بتكون الدونت جاهزة معنا. شايفين لي على الطراوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
من برا مستوية ومن جوا طالعة معنا مثل المعروق. خلونا نسمي بالله، والله مشتهيكم بهاللقمة. يا هيك الدونات يا أما بلا، طالعة دونات خرافية على أصولها. هيك بدي يطلع لونهم ونفشتهم. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تزبطونا وضع الفيديو بلايك. كان معكم الشيف علي، وهالأكلة اللي أكتر من ذهب، تحياتي لكم.